معاكم طبعا دلوقتي في موسم حلويات المولد زي ما قلنا، وفي عندنا النهارده هنعمل اللذيذه وان شاء الله كمان نعمل جوز الهند الحمام عشان هما الاثنين زي بعض بالظبط، اختلافات بسيطه جدا. حابه اقول لكم بستعمل معاكم زي ما انتم شايفين دلوقتي حلل اللي هي حلل مصر المحروسه، واهو عندي ووك كمان مصر المحروسه. انا هعمل ايه؟ هحط مقدار من السكر وهقول لكم دلوقتي في المقادير ايه حكايه اللي هنا وايه السكر اللي حطيته هنا. عندي اللذيذه عباره عن 250 جرام من العسل الجلوكوز اللي هو كوب الا ربع، وعندي كمان 250 جرام من السكر يعني تقريبا كوبايه ومعلقه كبيره زياده، عندي 80 جرام من الميه يعني ثلث كوب من الميه، وعندي بقى اللذيذه هتاخد معايا الجوز الهند الضفر ده التخين كده، الضفر ما ينفعش المبشور الناعم، تاخد من 350 جرام وعاده اكتر بتوصل ل 400 جرام من الجوز الهند. ليه؟ علشان احنا لسه هنعمل كمان كراميل، فالكراميل ده هيزود لي شويه السوائل الموجوده معايا. طيب بياخد كمان عندي اختياري، تحطي زبيب 80 جرام وتحطي 50 جرام لو عندك مشمش، المشمش المجفف اللي هو بيتباع عندنا بيكون خاصه في رمضان يميش رمضان. لون الكراميل هنحصل عليه باللذيذه من الكراميل اللي هنعمله ومن حاجه ثانيه، لان الكراميل مش هيدينا لون قوي جدا، فهنحتاج ان احنا نضيف ايه؟ نضيف شويه نقط صغيره من اللون البني الجل لو عندك هتشتريه عادي من عند اي عطار. دي الوان غذائيه ومش تعمل اي اضرار. عندي درجه التسويه بتاعه الشربات اللي انا شغاله فيه دلوقتي لازم توصل ل 115 درجه، لو ما عندكيش الميزان هوريكم ازاي تعرفوا درجه الحراره انها اصبحت مثاليه او لا. طيب الكراميل هو عباره عن الحاجات اللي حطيتها دلوقتي في الووك، وزي ما قلت انا بستعمل الووك بتاع مصر المحروسه، حاطه هنا مقدار 80 جرام من السكر يعني تلت كوبايه سكر. بصوا بدا عندي يتكرمل، اول ما هيتكرمل هقوم ضايفه عليه مقدار 50 جرام من الميه المغليه. بحط دايما انا مستعمله ووك زي ما انتم شايفين، ووك بتاعت طبعا شركه مصر المحروسه، اواني رائعه جدا جدا، واهو الكراميل زي ما انتم شايفين مقاديره مع الكراميل. والله تسلم ايدك يا استاذ طلعت، جايب لنا الكراميل اهو بيتعمل مع المقادير بتاعته. مش بحط اي ميه خالص، بحط اهو السكر بتاعي على الطاسه الناشفه بتاعت او الووك الناشف اهو ما فيهوش نقطه ميه، من طبعا انتاج شركه مصر المحروسه. دايما برجع بقول بتسالوني كتير على الصفحه، بتسالوني دايما تنصحينا بانواع ايه للحلل والطاسات، اهو انا قدامكم بستعملهم دلوقتي، حلل رائعه جدا ووكات وطاسات، وعلى فكره استخدمتهم الاستخدامات القاسيه جدا، بعمل فيهم كراميل وبعمل فيهم حاجات المولد النبوي. وعندنا اهو البيج الخاصه بشركه مصر المحروسه، وبرجع بقول احلى حاجه في الاواني دي انها انتاج مصري بايادي مصريه، فخر الصناعه المصريه، فخر صنع بلادنا، واحنا بنشجع دايما المنتج اللي بيكون شغل بلدنا، المنتج الوطني. طيب دلوقتي انا ايه زي ما انتم شايفين دي طريقتي بالكراميل، بحط الكراميل على النار مش بحط اي ميه خالص، وايدي معاه اول ما الاقي حتت بتدوب اقوم اخده السكر اللي ما دابش عليه، دي طريقتي. اول ما الاقي حاجات بقت سايله بقوم اخده كده، بصوا دي طريقه دايما في الكراميل، بقوم اخده الحتت كده اللي لسه ما دابتش عليه، فيبدا ايه السائل اللي داب يدوب الباقي لغايه ما انا عايزه اعمل ايه؟ عايزه اوصل السائل ده للون ايه؟ لون يغمق كمان سنه، يعني انا عايزاه لسه اغمق سنه. هحضر عندي دلوقتي ربع كوبايه الميه المغليه عشان خلاص اول ما الكراميل داب انا هسيبه سنه بس يغمق كمان، فانا اهو دلوقتي عندي ال 50 جرام ربع كوب بالظبط من الميه المغليه، وسايبه ده بس كمان يديني سنه لون اكتر. بس في فرق كبير ما بين انه انا اغمقه وما بين احرقه، هو لونه حلو جدا عايزاه بس يعني يغمق سنه بس مش يبقى اسود. انا شايفه لونه خلاص بدا يتحول للبني الجميل اللي هو لسه مش بنقول عليه بني اشقر، يعني هو مش بني اسود متفحم ولا ينفع يطلع لي يعني دخان يعني بيتحرق. دلوقتي ابعد ايدي وابعد وشي عشان البخار المتصاعد ده بخار بيحرق جدا، واقلب كده في السريع وابدا ارفع طاستي. بصوا ايدي ووشي بعيد خالص، دي حاجات الامان للعمل في المطبخ مع الكراميل. الكراميل ما معهوش هزار، اوكي ما حدش يهزر في الكراميل، ولا تحطي وشك وابعدي بقى عن النار، عايزين النقطه دي بس الكراميل الصغيره دي بقى ايه تسيح معايا، فايه
فانا لو حسيتها ما مسحتش مظبوط هي هتاخد وقت، فممكن اعمل ايه؟ ابدا كده اضغط وارجعها على النار حاجه بسيطه عشان بس تبدا ايه تسيح معايا، عشان انا عايزه اخد الكراميل ده كله واستفيد منه. بصوا ازاي الاواني دي رائعه جدا، عملت فيه الكراميل ولا اجمل ولا احلى. اهو سائل كراميل، هزود بقى بق صغنن ميه مغليه عشان بس يدوب ده معايا، القطعه الصغيره دي تدوب. بص بق يعني بق فعلا مش اكتر، عشان مش عايزه ازود نسبه الميه عن اللي انا قلت عليه. اللهم بس انا مستنياها، بس اهدي النار واستناها بس تدوب شويه كده. تمام. المزيج عندي ده عباره عن المقادير اللي انا قلتها، اللي هي كانت عباره عن السكر مع الجلوكوز مع الميه، هما هنا عندي في الحله. تمام. هعمل ايه دلوقتي بعد ما كنت معليه النار والمزيج عندي داب وعندي الكراميل عملته؟ هقوم اخده بقى الكراميل اللي سيحته ده. اوكي، انتوا تصبروا لغايه ما القطعه دي تسيح تماما، باقي بس شويه. بصوا باقي حاجه بسيطه جدا جدا في ايه، في المعلقه. انا مش هقدر استنى اكتر عشان احنا لازم نكمل مع بعض في معلومات حلقتنا المهمه. بصوا هو النقطه دي بتسيح، بس عايزه ايه، بصوا الووك قد ايه رائعه، بصوا ازاي ساحت اهو، شوفوا المنظر، ونزلنا اهو بسائل الكراميل. تمام. خلاص الووك هنبعدها، وهنضيف بقى شويه نقط بسيطه جدا من اللون البني الجل عشان يعزز لي، حاضر، عشان يزل يعزز لي اللون البني اللي لازم يظهر في اللذيذة. بصوا انا حطيت لون جل عشان الجوز الهند لونه ابيض، فازاي هنديه اللون ده؟ لازم يكون عندي اللون غامق. وناخد تليفون من مين؟ من ام نسمة. ايه الاسم الجميل ده؟ الو يا ام نسمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. على فكره انا عجبني اسمك جدا يا ام نسمة، يخلي لك نسمة يا رب. يديك الصحه يا حبيبتي، ما نتهيبش من حضرتك. حبيبه قلبي، حبيبه قلبي، الله يخليك يا رب. الله يخليكي. بعد اذن حضرتك اشوف فران، بطلب بس من حضرتك ومن شاهدينك الكرام بس طلب صغير. الله يبارك لك. قولي لي حبيبتي تأمريني. الله يخليكي. انا وابني بس مرضى كورونا بعد اذنك، وكنت محتاجه بس حد يساعدني في جهاز بنتي، لان باقي عليا من جهاز بنتي 7000 جنيه وبشكات، وخايفه ربنا ياخد امانته قبل ما تسيب اللي عليا. بس بعد اذنك. طيب انا هطلب منك طلب، ممكن تسيبي رقمك دلوقتي مع الكنترول اللي متواصل معاكي، وهم ان شاء الله هيكلموكي باذن الله. ماشي ام نسمة، حبيبتي اشكرك. طيب دلوقتي بصوا انا بستنى لغايه ما اوصل درجه حراره 115، خلاص انا 114.8. طب ما عنديش الميزان، ايه الاختبار اللي بعمله في السريع؟ انا عايزه ابعد ده عن النار عشان هو كده خلاص وصل معايا الحراره اللي انا عايزاها. زي ما قلنا ميه ساقعه، خليها متلجه كمان احسن. اختبري كده، ما عندكيش ميزان، هتختبري كده، هتاخدي شويه من السائل ده وتقومي منزلاه هنا. هيكون عباره عن خيوط قابله للتجميع ولكن طريه جدا، طريه جدا، يعني بتعمل لك كوره ولكن كوره طريه جدا. بصوا بتمط اللذيذه كده، بصوا الخيط بيمط. اه بقدر اجمعها كوره، ولكن بصوا قد ايه بتمط، شايفين اهو، كورة طرية جدا. تمام كده، دي الحرارة المطلوبة. تمام استاذ طلعت، الله يسلمك. والله انت يا استاذ طلعت تعبان معانا جدا. دلوقتي هعمل ايه؟ هقوم نازلة اهو بجوز الهند، ده الضفر على فكرة، عايز اوريكم الضفر اهو خشن. هقوم نازلة، ربنا يبارك لك يا رب، ميرسي، والله انتوا يعني بتسعدوني بصراحة. والزبيب اهو، والمشمش المجفف لو عندك، عايزة تحطي فواكه المسكرة، مفيش مشاكل. بصوا بقى اللون الجميل، اللون البني، هبدا اخده، لانه لولا اللون الجل ده مش هعرف اوصل لدرجه اللون بتاعه الكراميل، شايفين؟ طيب دلوقتي نفس القصه بالظبط، جوز الهند الحمام نفس المقادير بس مفيش كراميل. انا هبدا دلوقتي على النار احضر زي ما عملت، احط الجلوكوز والسكر والميه عشان هنطلع فاصل صغير، هنرجع بعد الفاصل عشان نشوف ده هيتفرد ازاي، وهعمل جوز هند حمام زي ده بالظبط من غير الكراميل. اوكي، فلذلك فاصل صغير، راجعين بعد الفاصل نشوف كل الاسرار، مفيش سر يستخبى عليكم. فاصل قصير، راجعين تاني فاستنونا. ورجعت لكم تاني بعد الفاصل. طبعا زي ما انتم شايفين دلوقتي اللذيذه، بس انا هاخد جلافز زي ما احنا متعودين دايما لما هنشتغل. طبعا هي حلاوتها انها دي مش بتنشف زي السمسميه او الفوليه، يعني دي بتفضل فيها طراوه حتى بعد ما تبرد خالص، يعني دي لازم تبقى كده طريه. اوكي، فاهو
اهم حاجه انت امتى بتكتفي بجوز الهند الكميه اللي بتحطيها؟ لما تلاقي خلاص ما بقاش في عندك سوائل من الشربات في الحله. لذلك انا قلت هي من 350 ل 400 جرام من جوز الهند، لاني انا باخد 50 جرام زياده لغايه ما الاقي ما بقاش في عندي سوائل خالص في ايه؟ في الطاسه عندي. طيب جوز الهند الحمام نفسه بالظبط اهو، نفس الشربات الجلوكوز بنفس عياره، هنزله كمان مقاديره، بس مفيش كراميل. فممكن استاذ طلعت ننزله، وهو انا دلوقتي فورا هقوم حاطه عليهم جوز الهند ومديه تقليبه. ليه اسمه جوز هند حمام؟ عشان المفروض يبقى كده لونه ابيض ناصع زي الحمام، ما بيدخلوش اي الوان ولا لا لا خالص. اهو اهي مقادير جوز الهند الحمام، بصوا خالصت تماما، هو ده جوز الهند الحمام. لو حسيتي فيه شويه سوائل بسيطه كده في الووك، ممكن تحطي كمان رشه جوز هند. يعني انت لو حسيتي كده في شويه سوائل، حطي رشه جوز هند كمان لغايه ما تحسي انه السوائل دي كلها اتلمت. تمام، خلاص كده احنا جاهزين نشكل. وزي ما انتم شايفين انا بستعمل ووكات وحلل مصر المحروسه، رائعه جدا والله بصراحه، استعملناها الاستعمال القاسي جدا لاي حل قاعدين بنشتغل فيها ايه، كراميل وحلويات المولد. طبعا دلوقتي خلال الفاصل الحراره اهو كمان عندي الصفحه الخاصه بمصر المحروسه، وانا دلوقتي زي ما انا بقول لكم، انا اي حاجه اشتغلتها في الحلقه النهارده وحتى حلقه السمسميه كمان كانت باواني وحلل مصر المحروسه، طبعا رائعه جدا جدا، وبنصح فيها اي عروسه عايزه تجهز لبيتها. طيب انا عملت حاجه غلط وما تعملوهاش زيي، نسيت ادهن ايدي بنقطه زيت. طبعا انا عارفه دلوقتي امسك المزيج هو سخن عشان لابسه جلافز، بس انت لو شغاله بايديكي مش هتعرفي، لازم بقى بالمعلقه، تحاولي تاخدي بالمعلقه وعندك حريه الاختيار، يا اما تحطي كده تمدي في صينيه او في قوالب سيليكون. انا بحب اعمل شكل القلوب ده، فاهو بمد بقوالب سيليكون، ولاني لابسه جلافز فالحراره مش حاساها عاليه قوي، عشان جوز الهند لما نزل بينزل لي حراره الجلوكوز والكراميل. ده بقدر اطلعه فورا، بصوا اهي، بصوا قد ايه جميله وشكلها حلو. لو مش عايزه تعمليها بقالب سيليكون، ما عندكيش، الله يخليك يا استاذ طلعت، لو ما عندكيش قالب سيليكون عادي جدا اي مقطع كده، اوكي. دهنته كمان من جوه بالزيت، ده اتدهن اهو، اتدهن بالزيت. اي طبق او حاجه هنا هتحطيها، ما تحطيش نايلون عشان ده سخن وبيتفاعل مع النايلون. انا حطيت مفرش سيليكون، او ممكن لو عندك صواني ادهنيهم بالزيت، ادهني بالزيت واهو ما فيش ولا سر بخبيه نهائيا. وزي ما قلت الحراره اللي لازم توصليها اللي وريتها لكم اللي هي المفروض تكون كام؟ 115. ده كده اللذيذه عندي، تمام. طيب انا خلصت من اللذيذه اهو، وكده اتشكلت عندي قرص حلو. طبعا دلوقتي هو سخن وطري خالص، لما بيسقع بيمسك نفسه شويه، بيمسك نفسه بيبقى عامل ازاي؟ المفروض يبقى في طراوه اهو. بصوا الصوص طلعت، انت معايا اهو، هقطع دي ساقعه، دي مش سخنه، بصوا اهو بتمط معانا كده، بصوا فيها المطه دي، المضغه دي اللطيفه اهي، بصوا. طبعا عايزينها بمضغه اقل، براحتكم جدا قللوا الحراره اللي بتوصلوا لها في الشربات، اوكي. بس الناس بتحبها كده عشان تقعد ايه يعني تمضغ فيها كده. اخر حاجه عايزه اقول لكم انه الجوز هند الحمام ممكن اشكل معاكم حبه منه، ممكن في الصينيه مدهونه كده، خلاص خلصنا اصلا جوز الهند الحمام. انت ممكن تحطيه كده في صينيه، او تعمليه بنفس الطريقه بنفس الطارات اللي عندي دول، او بنفس قوالب السيليكون اللي يريحك. عايزه تعمليه كده في صينيه مدهونه زيت وبعدين تقطعيه بعد ما يمسك نفسه ويسقع شويه، كمان ممكن جدا. وزي ما قلت ايدي مدهونه زيت، معلش بس في كام من اللذيذه، مش عايزين بس لونه يغير، هو لونه لازم يبقى ابيض ناصع. عندك حريه الاختيار بقى، انك لو حابه تزينيه بشويه مثلا فواكه مجففه، ده اختياري، او بيتقدم كده، بيتقدم ساده لونه ابيض، او تحطي له شويه فواكه مجففه. ممكن كنت تخلطيها معاه، يعني ممكن هنا كان في الطاسه يتخلط معاه لو انت حابه، او تحطي على الوش، او هيتقدم ساده. هنستنى عليه لغايه ما يمسك نفسه شويه وتقطعيه وتطلعيه مربعات. بس هو ده موضوع اللذيذه او جوز الهند الحمام، اللي هم اجزاء مهمه جدا 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 من حلاوه المولد. طبعا كل سنه وانتم طيبين،
هو ذكرى، مش هقول عليه عيد، هو ذكرى للمولد النبوي الشريف طبعا صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد. فهي كل القضية بس انه دي تقاليد معروفة في مصر ومتعارف عليها وفيها بهجة. الوصفة دي كالعادة زي السمسمية نزلت امبارح عندي على صفحة، هتلاقوا دي كمان على صفحتي.